اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة أكل صحي. إيه قاعدة المغازي اللي عمل أكلات صحية ناكل اللي نفسنا فيه ونقدر إن احنا نشرب كمان اللي نفسنا فيه، ولكن بنعمل أبحاث علمية وأبحاث تفصيلية لكل أكلة بنحب نعملها، نجيب الأكلة نحطها على باب التلاجة ونعمل لها عملية فحص. إيه المكونات بتاعتها؟ زي مثلا النهاردة جاي على بالي أعمل صينية الفراخ بالبشاميل أو صينية الفراخ بالرز. بنستبدل المكرونة البنة أو الاسباكيتي برز مصري. اللي يقولك الرز المصري بيتخن وبيعمل لنا كرش والحاجات دي كلها، بالعكس احنا اللي بنأذيه. الرز المصري بريء من اي اتهامات ممكن نتهمها بيه. زي ايه مغازي؟ الرز ده هيتسلق زي المكرونه في ميه غزيره بشويه ملح وشويه زيت، ونبدا نسلق الرز ونتعامل معاه بشياكه. معانا بسله ومعانا جزر ومعانا صدور فراخ، معانا بصل ومعانا توم، معانا جبنه موزاريلا، حليب قليل الدسم بقدر الامكان علشان برضو نقلل الدسامه والدهون اللي موجوده فيه. معايا النهارده طبق السلطه، الفاصوليا الحمراء احنا شويه مهملينها، دايما نعمل الفاصوليا البيضة او الحب او اللوبيا البيضة ام عين سودا الحلوة دي اللي كانت تتعمل بصوص طماطم وتبقى لطيفة، ولكن اخواننا في المكسيك مع الفاصوليا الحمراء اللي هتظهر على الشاشة قدام حضراتكم دلوقتي عندهم على الفطار وعلى الغداء والعشاء بيستفيدوا منها. الفاصوليا دي فيها ميزة، اللون الداكي الاحمر بتاعها ده قيمة غذائية عالية جدا، وفي نفس الوقت غنية بالبروتين النباتي المفيد، ولكن مشاكلها مع الكوليسترول، مشاكلها مع اليوريك اسيد نقدر نحلها ان احنا نشرب مية كتير، وخلينا نستفيد بيها قيمة غذائية عالية جدا. وهنعملها النهاردة طبق سلطة بالطماطم والكزبرة. العصير بتاعنا والمشروب بتاعنا النهاردة الموز بالفانيليا. فانيليا دايما بنشوفها مع البيض في عمل كيكة، كب كيك، حلويات، ولكن ان احنا نستخدم الفانيليا كفليفر في الايس كريم والعصير دي حاجه جديده. هنعمله سموز النهارده مع الفانيليا والحليب، حاجه حلوه كده علشان جو الحر والصيف اللي احنا فيه ده كده، ومشروب صحي والرياضيين بيحبوا كده كده الموز. حلقه بسيطه وسهله فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، والاهم من كده ان هي كمان صحيه، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. بسرعة كده هعمله عشان انا هنضرب دلوقتي. اه العصير هنعمله ازاي؟ مقادير العصير على الشاشة تلج. حاضر يا فندم والله. تلج حلو. وموز مش هشيله من مكانه عشان مخرجنا ما يزعلش مني. وحليب مثلج، ولو ما عندكيش تلج، مع ان احنا في ايام الصيف خلي فيه دايما تلج في الثلاجه عشان تعملي لاولادك سموزي ما يشربوش بره، حط الحليب في الفريزر شويه. حلو. والخلاط ده مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى ما بتشتغلش، ازعل والله العظيم اعيط. حاضر. حلو. نشيل ده من هنا ونجيب الكاسات عشان نصب على طول. اربع كاسات زي الفل هم يا عم احمد. كاسات جديدة مش ملونة. معايا شوية لوز، ومعانا موز، ومعانا فانيليا، المقادير بتاعة العصير. ونحط الحليب هنا في قلب الخلاط. حليب مثلج. انت بتعمل اكل صحي يا شيف مغازي، بتضحك علينا ولا ايه؟ اشتري من السوبر ماركت حليب دايت او حليب قليل الدسامة، وده موجود زي الزبادي زي اللبنة، الحاجات دي كلها موجودة. حلو. وناخد الموز بتاعنا ده كده. يفضل الموز المستوي، والموز اكل الرياضيين، غني بالبوتاسيوم، الموز غني بالمعادن، الموز مفيد جدا، بيساعد في المراحل الاولى من العمر وتاسيس العمر في تكوين عظام وتكوين ذاكره جميله جدا، فنكثر من استخدامه. حط التلج. خلي بالكم الانتاج اول ما بشوف التلج ده نازل في الخلاط بيقول لك يا ويلي يا ويلي الشيف هيكسر الخلاط. حط لوز. يا مزاجك اللوز يا مغازي. لوز يعني اوميجا 3 للي بيمتحنه. حلو. الفانيليا وطعم الفانيليا. عندك فانيليا سائله حطيها، كلنا عارفينها بيبقى لونها غامق شويه، بس انا ما بحبهاش مع الحليب، احبها مع الحلويات التانيه. فجيب الفانيليا البودر. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ترتيب السفرة أهم من السفرة. عندي الموز. ما كناش فاصل، كنا أنا بحس إن أنا بطلت كلام، طلعت أنا عارف أنتوا بتضحكوا برضه، أنا عارف بتحبوا الحاجات دي. المخرج قال لي ما تتكلمش خالص غير لما أقول لك، فبعتبر نفسي طلعت فاصل عنكم يعني. ورجعنا لكم بعد تشغيل الخلاط. حلو الكلام؟ زي الفل. أول حد بيزعل في الزرع، ما بتحبش فاصل. حاضر يا أستاذ، حاضر. تاخد العصير بتاعنا ده كده؟ نحطه هنا ده كده؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا صبابين العصير زيدوا حالاته. حاضر يا فندم، حاضر. أنا هخلي دول لي أنا. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة. أكل صحي؟ بلغنا شوية؟ جيبي الحاجات اللي نفسك فيها، الأكلة اللي نفسك فيها، وحطها على باب التلاجة. علقيها على باب التلاجة، مش على النجفة، مكان النجفة. وشوفي تفاصيلها، فيها إيه بروتين، فيها إيه دهون، سمنة، زبدة، زيت. شوفي المكونات بتاعتها وابدأي اهربي منها، ادخلي لها بشكل تاني. عملت صينية رز النهاردة بالفراخ مع تشكيلة من الخضار، لطيفة وجميلة. عملت صينية طبق سلطة جامد جدا، فاصوليا حمراء جميلة، فاصوليا دي طعمها جميل جدا ومغذية ومفيدة. وعملت كمان عصير قيمته الغذائية عالية جدا، وخاصة للرياضيين، وخاصة كمان لأولادنا اللي بيذاكروا، لأن حاطط فيه لوز، واللوز يعني أوميجا 3. رؤية، فن، إبداع. نشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.